ليكي بنتي؟ ليش تنو رايحة على غرفته لأبهي؟ لازم نوقفها. أكيد بدها تحاول إنه تاخد أبهي لصفة، رح تضحك عليه وتلعب بمشاعره هلأ. بس المفروض نوقفها. براجيا راحت لحتى تشوف آليا بالسجن، شو بدنا نساوي؟ ستي خليني أتصرف. لا حبيبتي لا تتصرفي، لأنه رح تعرف أول ما تحاكيها. معلش أنا بتصرف. وينك؟ روني تعال. إيه ستي خلينا نتصور سوا. مو وقت التصوير، اطلع شوف تنو رايحة على غرفة أبهي، أكيد بدها تضايقه. ليك مديرتك براجيا طلعت عندها شغل، هي قالت لي إنه أبهي عم يرتاح هلأ وإنه ما بدها حدا يضايقه. يعني معقولة ترضاها أوامر مديرتك ما تتنفذ وما تعمل شيء وتضلك واقف بمحلك هيك؟ ما بيصير يا ابني، روح اتصرف. ما رح خلي دبانة تفوت على غرفته لو شو ما صار. شوفي كيف رح أوقفها. يلا بسرعة. شو قصتك؟ انقلع من طريقي، بدي شوفه لأبهي. في موعد مسبق؟ موعد مسبق؟ ما فيك تشوفي نجمنا المشهور هيك بكل سهولة. المهم الأستاذ أبهي عم يتدرب هالفترة مشان حفلته الجاي، والمدام براجيا أمرت ما حدا يضايقه، بس إذا مضطر أنك تشوفيه فيني حدد لك موعد معه. اتفقنا؟ انت باينتو مخك مضروب على الآخر، كيف بتمنعني إني شوفه؟ شو نسيان مين أنا بكون؟ لا مو نسيان، انت بتكوني خطيبته للأستاذ أبهي، بس ما تزوجتي، والواحد ما بيقدر يتأكد إذا كنتوا مع الأيام فعلاً رح تتزوجوا ولا لا. بس بتعرفي إنه لما بيكون مع المدام براجيا هو بيكون مبسوط أكثر بكتير من لما بيكون معك. لك أنت كيف تتجرأ تحكي عن علاقتي بأبهي؟ إذا بقله شو عم تساوي بيقلعك من الشغل دغري، فهمت؟ بس بتقدري تعملي هيك بعد ما تشوفيه. في اقتراح، هلأ أنا اقترحته على آليا بس هي ما تقبلته. أنت بس اسمعي مني، حتى بالآخر ما تروحي على السجن مثل ما راح غيرك. حاجة تعملي شغلات سيئة بحياتك